نتواجد هنا في هذه المنطقة بمواصي القرار في هذه الأماكن، يقدم هؤلاء المتطوعون جهدا لتقديم خدمة خبيز ما يقوم الناس بعجنه هنا من هذا الخبز بشكل مجاني، عدا عن تقديم وجبات تعرف بالفراشيح هنا، وهي تقدم أيضا للصائمين في هذا اليوم منذ تحديدا أسبوع. يقوم هؤلاء المتطوعون على هذه الفكرة من أجل تقديمها لأولئك النازحين في هذا المكان. سنتحدث مع القائمين على هذه المبادرة. يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف على طبيعة هذه المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبيعة هذه المبادرة مبادرة مشروع خبيز الخبز للناس النازحين، الأهالي قطاع غزة بالظروف الصعبة الموجودة حاليا. فتحنا مشروع هو خبيز الخبز، الناس تعجن عجينهم ونعطيهم خبز جاهز مجاني طبعا تطوعي من أجل المتبرعين. ومع ذلك فتحنا كذا مشروع لهذا الشيء. خلال الحرب كان في معاناة كثير للأهالي من المادة الاقتصادية، من الاقتصاد المادي، ما فيش اقتصاد مادي، ما فيش سيولة في البلد، ما فيش معهم في سيولة يدفع حق الخبيز تاعهم. فاقترحنا مشروع هذا المشروع لنساعد الناس النازحة من أجل سد احتياجاتهم قدر الاستطاع. طيب قديش هذا الأمر ممكن يخدم هذه الشرائح من الناس اللي بتقدر تقول إنها معدمة؟ بالنسبة لمشروع الخبز يعني تقريبا نخبز في اليوم بدخل عنا 40-50 صينية، كل صينية معدل 30 رغيف أو 40 رغيف، في معدل بيجي في اليوم حوالي 1600 رغيف، بكفى حوالي 60 عائلة محتاجة. وفي فترة تانية برضو بنعمل 60 عائلة يوميا، هذا خلال الصباح. بعد الظهر في كمان فترة عنا بتخبز نفس الكمية، يعني 120 عائلة تقريبا. بالنسبة للوجبات، الوجبات هذه شكل يومي، بس اليوم خصصنا ليوم عرفة بس للصائمين، وطبعا حتوزع على كذا منطقة من المناطق في قطاع غزة، في رفح، من بعد في الشفرش، لا عندي في الوسطى حيروح برضو. هاي وجبة خاصة لأهل قطاع غزة المحتاجين طبعا، هي وجبة فلافل مع فراشيح، حيكون تقريبا بسد حوالي فوق 200 أو 300 عائلة. تمام. طيب كيف تدعم هذه المبادرات بشكل عام؟ ندعم عن طريق ابن عمي ربنا يبارك في عمره وصحته، وتواصلت معه من قبل الحرب، تواصل معه وظل التواصل معه خلال الحرب. فعملنا كذا مشروع، أول مشروع عملنا اللي هو تقديم مساعدات للناس بشكل مادي، نعطي أموال للناس المحتاجة، نسد حاجتهم على شكل شهري. بعد هيك صارت الحرب عنا، فعملنا مشروع اللي هو للرضع، نوفر لهم حليب ونوفر البامبرز للأطفال والأدوية، لأنها كانت معدومة عنا وكانت أسعار كتير جدا غالية. فقدر المستطاع فقدرنا ندبر حوالي فوق 300 عائلة طفل رضيع، بالنسبة للبامبرز، بالنسبة للحليب نوفر لهم إياه، ونسمع الأدوية طبعا. وبعد هيك خلال الحرب انقطعت المياه عن قطاع غزة، فصار في عنا شح في المياه، ما فيش يتوفر مياه خاصة، في مياه حلوة للأهل ومياه مالحة، فبعت تبرع للمياه المياه الحلوة. يعني كل يوم كنت أطلع حوالي 10 كوب في مكان قبل ما أنزح. في الوقت الحالي بنطلع حوالي 4 كوب، 3 كوب، 4 كوب حسب المادة اللي بتصلني، بنطلع منها إيش أكواب المياه. تمام. أنت نازحة الآن، وبالنسبة للشباب اللي موجودين الآن، شو طبيعة تكليفهم، شو طبيعة عملهم، هل هم من النازحين، شو الدور اللي بيقدموه، هل هو دور تطوع مثلا؟ بالنسبة للشباب الموجودين، كل الشباب الموجودين كلهم نازحة، هم نازحين بيشتغلوا للأهالي النازحة أيضا، هو مشروع تطوعي منهم، مبادرة فيهم هم يتطوعوا، إن كان بيقوم مبلغ بسيط جدا لا يعد، فهذا تشجيع لهم، وهم أصلا ساعدوني نقفوا معاي في هذا المشاريع. يعني كان خطوة حلوة كتير منهم إنهم يبادروا معاي ويساعدوا الناس ويقدموا الناس، وهم اللي بروح بوزعوا على الناس على الخيم، خيمة برضو بوزعوا، يعني مساعدوني الحمد لله. اليوم احنا بنحكي عن الوقوف بعرفات لحجاج بيت الله الحرام، في الوقت ايضا الذي يقدم في هذا العمل التطوعي لخدمة الصائمين في هذا اليوم، شو اللي ممكن يحكى في هذا المجال؟ احنا بندعيهم من ربنا يصبرهم، ربنا يستجيب لدعائهم، ربنا يحميهم، ربنا يعني يبارك في مجهودهم، هذا ما يروح اجرهم وما يروح تعبهم في هذا الحر الجامد، حر الجامد لهم، في هم صائمين في يوم عرفه، يوم مبارك عند رب العالمين، يوم مستجاب فيه الدعاء.
يوم حار جدا على الشعب، على الأمة الإسلامية عامة. فندعو ربنا يبارك فيهم في جهودهم الجبارة، ويبارك في متبرعينا، يبارك كل متبرع ساهم في هذا المشاريع. ربنا يزيده قدرا، يزيده مكانا، يزيده علوا، يزيده في أمواله، يزيده في صحته بعائلته. يا رب ربنا يبارك في كل مجهوداتهم هذه الجبارة. مشكورين لهم كل الشكر لهم. شكرا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. طبعا هذا الأمر فيه الكثير من الجهد، خاصة في هذه الأجواء الحارة. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. الأجواء اليوم حارة جدا، والجهد مضاعف من الشباب. الجهد نسبيا عن كل يوم مضاعف 3 أضعاف يوميا باليوم. إن كل صائم في عرفة، وحبينا نحن نخدم كل الصائمين عنا في هذا اليوم. استمرار هذه الفعاليات كيف ممكن نضمن، وخاصة أن هناك بحاجة للناس؟ إحنا نتمنى من الداعمين أو المتبرعين للشباب، وإحنا على طول تم الاستعداد لتوسيع هذا العمل من أجل خدمة أبناء الشعب النازحين هنا كلهم. كلنا نازحين وكلنا عمال، يعني إحنا بنخدم ما قبل ذلك فئة النازحين هنا. في عنا نازحين من رفح، في عنا من الشمال، في عنا من خميس، نفسها نازحين، لأنهم لا يقدرون على العيش أو يصعب عليهم. فقمنا بالمشروع، وقامت الأخت أم بمساعدة إيجاب هذا المشروع، ولها الشكر والداعمين لهم الشكر على أن المشروع هذا يستمر. نتمنى من الله أن يتم توسيعه كمان على نقدر نعمل مجال أكثر، نخدم أكثر أبناء شعبنا. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. طبعا يعطيك العافية. الله يعافيك يا أستاذ. جهود كبيرة والله، يكون بعونك على الحر. الله يعطيك الصحة، طول بعمرك. ايش جهدك، ايش تكليفك؟ احنا نتمنى من الدعم في فعل الخير يكون جهود اكثر من هيك، يعني للنازحين نطور في خدمه يعني النازحين، ونطور كمان يعني انه نجيب كمان فرنين 3 برضه للنازحين. كل احنا نازحين هنا، نتمنى من الدعم انه يدعم بالزياده من اجل النازحين في قطاع غزه، ومن اجل العيشه الصعبه اللي احنا عايشين فيها. كلام. الله يعافيك. شكرا جزيلا. نتنقل أيضا، نتحدث عن شبابهم الذين يقومون بهذا الجهد هنا، عمل الفرانين. يعطيك العافية. الله يعافيك. يختلف شغل الحطب عن الغاز بكتير، لأنه إحنا كان عندنا فرن غاز ووقف وتدمر بسبب الاحتلال. يعني أنا كان عندي فرن غاز ودمروا لي إياه الاحتلال، مخبز ودمروا لي، وجيت ساعدت الناس في فرن طينة عن طريق ناس ما نحاو داعمين، قطع الله خيرهم. واحنا برضو مننساش ولاد شعبنا، يعني الحمد لله رب العالمين كنا من ولاد الشعب، رغم الكثير من المعاناة والتعب. وانه انت موجود في خيمة؟ صحيح، في خيمة قاعد. وين الشعب كله قاعد في خيمة، وين بده يروح يعني النازحين؟ كنا في خيام. اللي بحسش في الناس برضو مش من الناس، واحنا بناء الشعب هذا، وبنقدم لهم ايش بنقدر نقدم لهم بنقدم لهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا جزيلا. طبعا هذا الامر لا يقتصر على خبيز هذا الخبز في هذا المكان، سننتقل ايضا الى ما يتعلق بتقديم ما يعرف بالفراشيح، وهي التي تقدم اليوم كوجبة للصائمين هنا في هذا اليوم. ونحن نتحدث عن ليلة عيد الأضحى المبارك، أو وقفة عرفات في هذا اليوم. طبعا في هذه اللحظات الناس هنا هم صائمون بطبيعة الحال، وبالتالي هذه الوجبات ستقدم لهم هنا. الفراشيح كما هو الحال، الأجواء ستكون حارة جدا هنا بطبيعة الحال. هنا تقدم هذه الوجبات بهذا الشكل، هنا يتم إعدادها، هنا خبيزها، وأيضا في مرحلة أخرى تكون جاهزة. يعطيك العافية. الله يعافيك. جهود كبيرة. صحيح. إيش دورك، إيش الوضع عندك؟ نشتغل إنه نساعد الناس، و يعني بنبذل أكثر مجهود، نوصل الرسالة للعالم، ونقدر نعمل اللي بنقدر عليه. يعني هذه مهنتك في الأساس؟ صحيح. مت أبطورة كمان يعني انت في الاصل لاعب كره قدم؟ صحيح. وحاولنا، انت عارف الاوضاع المعيشيه في غزه وهيك، اضطرينا نشتغل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا. طبعا نروح لدور الفلافل. سلامات. اهلا وسهلا. الفلافل اليوم الناس على الفطور كتير حيكونوا مبسوطين فيه ان شاء الله. ايش الوضع؟ والله الوضع تمام، متشافي الحمد لله. يعني اليوم زي ما تقول وقفة عرفة،
وحابين احنا نعمل حاجه لله. نشكر الداعمين اللي دعموا المشروع هذا، حنوزع فلافل ونوزع اشراك لله وبنشكر الداعمين، وان شاء الله المشروع بضل مستمر كمل المشروع هذا. فاحنا عندنا نقص برضه بشيء، انه الغاز عندنا نص امكانيات، الامكانيه عندنا صعبه جدا، لا عندنا غاز لا عندنا على اي حاجه. النار وانت شايف الوضع كيف، شايف الجو كيف، الحطب وحتى الحطب كمان يعني بغالي، يعني اغلى من الغاز كمان، بس اللهم انه ايش انه اوفر يعني احسن الغاز، يعني الغاز برضه احسن من ايش. فيش غاز؟ لا فيش، انت عارف انت احنا فضاء حرب، لقيت لا في غاز ولا في اي حاجه تمام. تال الحطب والاجواء، الحاجه الوحيده الموجوده هي الحطب. احنا كل الشعب اصلا مش فئه صغيره بيستخدم الغاز حاليا، اما كل الشعب حاليا كله على الحطب، كل شيء على الحطب. اليوم حتوصلوا لكم وجبه حيتم تقديمها للصائمين تقريبا؟ والله حنط باذن الله فوق ال2000 حب، فوق ال2000 وجبه لكل عيله، فوق ال2000 عيله باذن الله، لانه احنا عندنا كميه فلافل كثيره وعندنا حركه يمكن 5 كياس صلاه النبي طحين، يعني لو انت بدك كل كيس بتعمل لك 500 حبه اشراك، فاللي بدك تعمل بنوزع فوق ال200 عيله باذن الله. بالتوفيق. شكرا لكم كثير وبنشكركم يا عم على جهد. انتم متطوعين طبعا؟ طبعا اكيد متطوعين احنا، واليوم كمان تعرف اليوم الصيام والحمد لله ان صايمين، الله يقدرنا على هاليوم. الله يعينكم على العطش. الحمد لله. تروا من زمزم ان شاء الله يا رب، عند ربنا كله ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا لك طبعا. ونحن ما زلنا نتحدث طبعا، هنا يتم وضع الفلافل بهذا الشكل كما نشاهد. يعطيك العافية. الله يعافيه. قديش وصلت ولا لسه في البدايات؟ لسه في بداياتنا هذه. يعني بنعمل العدد اللي بنقدر نوزع فيه على الخيام، خيمة بنقدر نوزع قد ما نعمة بنوزع على الخيام. بكون كافي بكون كافي، ولو في زيادة بنوزع برضه، بنغطي مناطق أكثر وأكثر. لو تجيكم مخيمات تاني مثلا بتقول لكم حطونا في الحساب، خاصة إنه في مخيمات أنتوا بتكفوهم بالحاجة، في مخيمات تانية؟ هو في مخيمات في مخيمات بتجينا بنغطي عليهم منطقتهم، بنروح على المناطق اللي قدام شوي في الوسطى، بنروح على الزوايد بنودي طلبيات خاصة لهم وبوزعوا عندهم برضه. يعطيك العافية. الله يعافيك. بتوسع انتشاركم بتقول لي؟ احنا في يعني اليوم في مخيمات اجت طلبت المساعده من داعم من هنا على سبت انه نمدهم، كمان في مخيم جديد طلب منا واحد طلب منا 120 وجبه، وتسالنا الاخت ام احمد قالت ما في مانع عدوهم سدوا حاجه الناس المحتاجين، برغم ان المخيم بعيد عنا اكثر من 1.5 كيلو. خلينا احكي لنقطة، اوجه يعني الانتباه لنقطة مهمة، انه هذا الامر لا يكلف كثيرا، يعني بشيء قليل ممكن تعمل اشي كثير. طبعا احنا بشيء قليل بمجهودة الشباب وضغط الشباب وتوفير الشباب، هذا صح شاق وهذا متعب مكلف، لكن بجهود الشباب بنخلي احنا غير مكلف. هو المكلف عندنا هنا الحطب، لو على غاز بنكون اقل من هيك، يعني مشروع زي هذا تكلفته ما بتتصورش انها تكون بسيطه بالشكل هذا. الناس بتتوضع الموضوع هذا بتقول هو هذا يمكن بده 50-60 مليون، لكن هو اقل من هيك بكثير. اقل من هيك بكثير، يعني يمكن المشروع هذا لحاله الفلافل اليوم هذا يمكن بس يوم عرب هذا لحاله بكلف، عشان عربه كميه كبيره بكلف له من 4-5 آلاف شيكل، غير الموضوعين التانيات. عند الناس التانيين الاخرين بقول لك هذا مكلف اكثر من هيك باهظ، يعني بدي اعمل لك 5-6 كياس اشراك وعندك تقريبا 50 كيلو فلافل بدين عم يتوزع بمجهود شباب ونايلون وكبار وهذا، فالحمد لله. يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. شكرا جزيلا لكم، طبعا كان الله بعونكم على حراره هذه الاجواء هنا. ونحن ما زلنا، خلينا نختم. سلامات يا دياب. الله يسلمك. احنا لو انشغلنا عنك شو حينحرق الخبز؟ لا 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 تقلقش، قدها وقدود. مهنتك هاد؟ صحيح. قديش لها لك فيها؟ تقريبا 4 سنين. يعني بس متمكن منها. صحيح. انت يعني انت وجهك ملاصق جدا للفرن. عادي ما بتأثرش يعني. تعودت؟ انا عشان توضيح للصورة اني لي مخبز بلدي، فالمخبز البلدي الفرن بكون اصعب من هيك في الشغل. وشغل خبز يعني بكون ناره اقوى من هيك، نار قويه، فالشيء صار تعود يعني من الاول والاخير. يعني صاحب مخبز واليوم بتقدم خدمتك للناس بشكل تطوعي. صحيح. اول شيء بنحب نشكر كل الداعمين للمشروع والمشاريع الخيريه اللي بقى في جنب الشعب الفلسطيني، اللي هو الشعب الفلسطيني بحاجه إلها. يعطيك العافيه، الله يكون بعونك.
شكرا جزيلا لك. طبعا بهذا الشكل يمكن أن نتحدث عن أنه تقديم هذه الوجبات أيضا وهذه الخدمة لأولئك النازحين في ظل حالة العوز والفقر والحاجة، وأيضا هذا الأمر ليس بالسهل إذا أردنا أن نتحدث عن الصعوبات التي يواجهها القائمون على هذا الأمر. طبعا الدخان ربما يملأ عيوننا جميعا في ظل هذه الأجواء الحارة والغاية في الصعوبة بهذا الشكل. علاء سلامة لقناة الجزيرة مباشر من مواصي القرارة بجنوب القطاع.